أنا مش مصدق نفسي والله. إيه ده، في إيه اللي قلق ده؟ مفيش قلق، دول أمن عادي، مفيش حاجة، يلا. هو في حد عايز يقتلكوا؟ لا إحنا أوفر شوية، ما تقلقيش، تعالي يلا خشي. أوفر كتير. طب يلا، ده هو ده اللي بلاش توتر، يلا. آه يلا. شكلك زي القمر النهاردة على فكرة. النبي سيبني في حالي دلوقتي. ليه كده؟ ليه النكد طيب؟ يا متوترة كده، حاسة إن أنا مخطوفة. ما تخافيش، طول ما أنا معاكي ما تخافيش. بس البيت بتاعكوا ده ذوقه قديم شوية، عايز يتجدد. يا أهلاً أهلاً وسهلاً. أمي غالية. أهلاً وسهلاً، زي حضرتك. إزيك يا حبيبتي؟ أهلاً بيكي. اتفضلي. بسم الله ما شاء الله قمر، زي ما قلتلي وأكتر. حضرتك اللي زي القمر والله. حبيبتي انا عرفت انك انت مهندسه ديكور، صح؟ اه حضرتك. ايه رايك بقى في الديكور عندنا؟ تحفه، البيت تحفه. بجد؟ شويه واعرفك على البيت، تشوفيه وتقولي لي رايك. يا ريت. ابويا كمان جه اهو. ابويا غالي. مساء الخير. تشرفت بحضرتك. اهلا وسهلا، شرفتينا. اهلا وسهلا. العشاء جاهز؟ اه طبعا جاهز. تفضلوا 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 يا حبيبي. يلا تفضل. عجبك الاكل؟ اه طبعا، حلو قوي. بالهنا والشفا يا حبيبتي. غالية عايزك شويه. رايحين فين؟ عايز غالية اتكلم معاها شويه. ماشي تفضل. اتفضلي. مش عارفه. اتفضلي. يعني ايه؟